بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية وعودة للدوري مرة أخرى، أول مباراة للنادي الأهلي بعد نهاية كأس الأمم وعودة الدوري العام مرة أخرى، مباراتين متبقيتين على نهاية الدوري العام. النهاردة أولى المباريات، النادي الأهلي سيلاقي نادي المقاولون العرب في واحدة من أصعب وأهم المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي في هذا الموسم. مباراة صعبة، مباراة مهمة جدا، مباراة فيها شغل تكتيكي كبير جدا جدا، سواء من النادي الأهلي أو حتى من نادي المقاولون العرب.